للمزيد من التفصيل والتحليل للمشهد وتوسع جبهة الصراع والمواجهة ينضم إلينا من القاهرة سيد محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. سيد محمد أهلا بك. إذن هذه الصورة المتجددة لعمليات الاستهداف الإسرائيلي لمعظم المناطق، ربما كل المناطق التي يطالها الطيران الإسرائيلي في لبنان، ولا يؤكد ذلك أو لا يظهر ذلك بالتأكيد أنها مجرد عمليات استطلاعية. كيف تقرأ هذا المشهد وما هي آليات التصعيد التي يمتلكها جيش الاحتلال في ظل تصدي واضح وقوي لعناصر حزب الله في الجنوب على الأقل خلال 48 ساعة الماضية؟ أهلا بحضرتك أستاذ رعد وبالسادة المشاهدين. طبعا حضرتك أشرت لي مجموعة من النقاط المهمة، يعني دعنا أولا نبدأ بالإشارة إلى محاور التحرك الإسرائيلية على المستوى العسكري حاليا. في تقديري أن إسرائيل تتحرك من خلال ثلاث يعني مهام رئيسية أو ثلاث مستويات رئيسية. أولها هو المستوى الاستطلاعي كما أشرت حضرتك، ولعل هذا المستوى قد انتهى عمليا مع ما ذكرته تقارير منذ أيام عن تسلل وحدة إسرائيلية بشكل خفي إلى بعض مناطق الجنوب اللبناني من أجل تنفيذ عمليات استطلاع وعمليات استخباراتية وجمع المعلومات، وهو نفس ما حدث قبل بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023. أما المستوى الثاني وهو مستوى ممتد منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى اليوم، ولكن الفارق أنه في الثلاث أسابيع الماضية على وجه الخصوص اتسع بشكل كبير، ونحن هنا نتحدث عن عمليات القصف الجوي. خلال الثلاث أسابيع الماضية اتسعت عمليات القصف الجوي بشكل عنيف وعلى مستوى الكم والكيف لتشمل، يعني كنا نتحدث في الأشهر الأولى من التصعيد بين الجانبين عن استهداف يركز على بلدات المناطق الجنوبية بقطاعاته الثلاثة، لكن اليوم نحن نتحدث عن استهداف شبه يومي للعديد من المناطق اللبنانية بما في ذلك الجنوب، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، بما في ذلك العاصمة بيروت نفسها كما أشار يعني مراسلكم منذ قليل أنه خلال الأيام الماضية حدث استهداف للعاصمة بيروت ثلاث مرات على الأقل. أما المستوى الثالث في تقديري فهو العملية البرية أو المستوى البري، ولعل إسرائيل كانت قد أعلنت منذ ثلاثة أيام تقريبا أو منذ يومين عن بدء هذه العملية، لكن يبدو أن هذه العملية أو الاجتياح البري أو العمليات البرية قد بدأت فعليا خلال الساعات الأولى من صباح يوم أمس، لكن كانت المفاجأة بطبيعة الحال هي في تداعيات هذه العملية وانعكاسات أو دلالات هذه العملية. يعني الإعلام العبري يتحدث عن شيء وصفته بعض وسائل الإعلام العبرية بالكارثة أو الحادث الكبير في الجنوب اللبناني، وخصوصا نحن نتحدث عن محاولة اختراق لأحد وحدات قوة النخبة الإسرائيلية من ناحية العديسة ومن ناحية مارون الراس كما أشرت حضرتك، أو من ناحية كريات شمونة والجليل الأعلى من ناحية الأراضي المحتلة. لكن كانت المفاجأة فيما نشره الإعلام العبري حتى اللحظة من حديث عن مقتل نحو 8 جنود إسرائيليين وإصابة العشرات، وفي تقديري أن هذا المعطى يعكس مجموعة من الدلالات المهمة، أولها أن هناك حالة من الاستعداد الجيد والقوي من مقاتلي حزب الله خصوصا في مناطق الجنوب اللبناني. الأمر الثاني أو الدلالة الثانية أن هذه المعطيات
تكشف أن هناك حالة من الفصل بين المستوى العسكري والمستوى السياسي في حزب الله، بمعنى أن عمليات الاغتيال الأخيرة التي جرت أو الضربات وهي موجعة التي تلقاها حزب الله خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على وجه الخصوص، لا سيما عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بما يحمله من رمزية كبيرة بالنسبة لمقاتلي الحزب، هناك فصل بين المستويين السياسي والعسكري والأمني لدى حزب الله بدليل حالة الاستعداد الواضحة والتعامل الاستباقي والنتائج الكبيرة للاشتباكات التي حدثت خلال الساعات الأولى من صباح يوم أمس. أيضا أعتقد أن أحد المعطيات المهمة والدلالات التي تعكسها هذه المواجهات هو أننا نتحدث عن تمركز كبير ونوعي وقوي بالنسبة لمقاتلي حزب الله اللبناني في مناطق الجنوب، لا سيما وأننا هنا نتحدث عن العديد أو أن وحدات النخبة داخل حزب الله، سواء كنا نتحدث عن وحدة الرضوان، وحدة النصر، وحدة بدر، وحدة حيدر، وهذه هي أقوى الوحدات القتالية لدى حزب الله، كلها منتشرة في مناطق الجنوب اللبناني بقطاعاته الثلاثة، وبالتالي يعني أيضا يعني الدلالة الرابعة أن الجغرافيا الخاصة بالجنوب اللبناني والطبيعة الجبلية لهذه المناطق فضلا عن حالة الاستعداد الكبيرة لحزب الله منذ العام 2006 لهذا السيناريو هي تخدم بلا شك مقاتلي حزب الله وتمثل تحديا كبيرا بالنسبة لمقاتلي الاحتلال الإسرائيلي، وكما يقولون يعني فالأرض والجغرافيا تنتصر لأبنائها يعني. ففي تقديري أن كل هذه الدلالات كانت مهمة على مستوى قراءة المشهد فيما يتعلق بالعملية البرية الإسرائيلية. لكن بالعودة إلى عمليات القصف العنيف التي تشنها دولة الاحتلال على مختلف المناطق اللبنانية، في تقديري أن دائما إسرائيل إذا ما نظرنا حتى إلى تاريخ الحروب التي خاضتها دولة الاحتلال، فالسلاح الأقوى وربما الوحيد لدى إسرائيل هو سلاح الجو، بالإضافة حاليا يضاف إليه عنصر الاستخبارات. لكن في تقديري أن الاعتماد بهذا الشكل المكثف على سلاح الجو وعلى عمليات القصف العنيف هو أمر له ارتباط بالعقيدة الإسرائيلية القتالية الحالية، سواء في قطاع غزة أو في الأراضي اللبنانية، بمعنى أن إسرائيل تنتهج أو تركز على ما يمكن تسميته بنهج الأرض المحروقة. أيضا إسرائيل تسعى من خلال هذه العمليات وخصوصا في مناطق الجنوب إلى القضاء على البنى التحتية والعسكرية الخاصة بحزب الله اللبناني، تسعى إلى تهيئة الجغرافيا في الجنوب أو بعض هذه الجغرافيا للعملية البرية، تسعى من خلال استهداف المدنيين والتوسع في استهدافهم إلى تأليب الرأي العام والحاضنة الشعبية لحزب الله ضد الحزب، فضلا عن العديد من الاعتبارات الأخرى.